مساء الخير، حياكم الله. اليوم معكم أخوكم محمد. بدون أي رسمية، بدون أي شيء، بتكلم اليوم لكم عن علم الأدلة الجنائية وعلم السموم الجنائي وعلم الطب الشرعي. طبعا أنا أخذت دورات ومهتم وباحث في علم الأدلة الجنائية، وفي دورات السموم كثيرة أخذتها، ودخلت في علم الطب الشرعي. بتكلمكم اليوم بمعلومة عامة عن إيش هو علم الأدلة الجنائية، إيش هو علم السموم الجنائي، وحندخل في عدة تفاصيل لدراسته وشلون المعلومات العامة عنه. طبعاً جبت لكم بدون أي لابتوب أو أسلوب رسمي أو أشياء تملون منها، عن طريق علم الأدلة الجنائية. مجمع لكم الأوراق هنا زي علم البحث الجنائي. طيب، عندنا اللي بتكلم عنه الموضوع الرئيسي اليوم اللي يهتم فيه المختبرات، اللي هو الفورنزيك توكسيكولوجي. طبعا الحين هشرح لكم اياه. هو علم الأدلة الجنائية هو مصطلح يشمل عام يشمل المناحي العلمية والتقنية المتبعة بأسلوب منهجي، تمام، عشان نفحص جميع الأدلة اللي تقود إلى معرفة الجريمة، إيش الجريمة هذه وإيش الأدلة اللي تقودنا حتى نصل للجاني. علم الأدلة الجنائية تفرع عندي إلى تفرعات كثيرة، منه علم السموم الجنائي وعلم النفس الجنائي والطب الشرعي وطب الأسنان وعلم الحشرات. فروع كثيرة زي ما هي مذكورة قدامكم. حنا اللي راح نهتم طبعا اللي راح نهتم فيه هو علم السموم الجنائي. علم السموم الجنائي يعرف بأنه هو العلم الذي يبحث في ما هي المادة السمية، تمام، سواء كانت كيميائية أو فيزيائية، في تأثيرها الضار على الكائن الحي. طيب، السم الشو هذا اللي هو التوكسيكولوجي، يعرف السم بأنه أي مادة دخلت الجسم عندي بكمية كافية وأحدثت اضطراب أو ضرر مؤقت أو دائم عندي في الجسم، ممكن يؤدي عندي إلى مرض أو وفاة إلى آخر. الحين حنتكلم عن السمية. السمية هي تعرف أن قدرة السم على إحداث ضرر أو خلل، مثل ما قلنا اللي هي هذه هي اللي هي التوكسين السموم. طيب، إيش اللي يحمينا ضده؟ اللي هي الترياق. الترياق هذا إذا جانا مريض أو دخل المستشفى، ممكن إنه نزل على قيد الحياة نعطيه الترياق هذا، تمام. الترياق هو مادة تستعمل لتقليل أثار السموم أو مفعولها اللي تأثر عن طريق المعدة. نعطيه الترياق هذا ونعطيه يشرب من كوب ونص إلى كوبين من الماء حتى يقل تأثير السموم. طيب، عندي أنواع السموم، عندي أنواع السموم زي ما هي، سموم كثيرة وما راح نتطرق لها عشان ما تملون. طيب، احنا خلصنا تعريف بشكل عام عن التخصص. طيب، نجي للمهتمين او اللي تخصصوا في المختبرات الطبية، اللي هو فرونزيك توكسيكولوجي. طيب، حياخذون من الفرونزيك توكسيكولوجي مو هو شرط مدي مادة السمية، ممكن يدخل فيها السم او عمليات قتل، او يدخل فيها عملية الكحول اللي هي المخدرات الى اخرين اللي ممكن تتحدث لي او تسبب لي موت. طيب، نجي اول حاجة يبدأ طريقة العمل أو دوامكم مثلا. طبعا في بعضهم حيكون شغله ميداني، حيكون زي الصورة هذه، حيبدون في الحادثة يبدون يجمعون الأدلة الجنائية ويأخذون مسحات عندنا ويبدون يستخدمونها، ومنها هذه هي عندنا أحدث طرق لتكتشف عندنا الأشياء زي ما هي موضحة في الصورة، تتوضح لنا الآثار والأشياء عشان نأخذ منها مسح. عندي طريقة التجميع حق العينة زي ما هو موضح في الصورة هذه. برضو في الصورة هذه عندنا دماء في أثار موقع الجريمة والحادث حقة القتل، يتم تجميعها بالصورة هذه وأخذها وحطها في أنبوب. بعدها ننتقل عندي المرحلة إلى مرحلة اللابراتوري. طيب، اللابراتوري يبدون يأخذون العينات هذه ويتم فحصها تحت المجهر حتى تبين لنا الطرق زي ما هي هنا، أو تكون تحليلات كيميائية يبدون يظهرون اللي هو عن طريق الإنديكاتور والكواشف الكيميائية حتى يكتشفون المادة. طبعا عندنا هنا اللي هو الشخص طبعا في جريمة قتل، هذه تخص الطب الشرعي، اللي هي العظام اللي ما تخص الطب الشرعي ما راح يتطرق لها. راح نختص اللابراتوري اللي هي عملية الدم اللي هنا، راح نبدأ نأخذ منها عينة حتى نفحص هل يوجد أثار سموم، هل يوجد أثار
طبعا الدم هذا هل هو راح يوضح لي فيها سم، أو راح يوضح لي فيها أي أثار يدل على الجريمة أو لا؟ خلصنا عمل اللابراتوري، حنبدأ ندخل كيف التخصص في المجال هذا والمراكز حقته وين يمكن دراستها. طيب، طريقة دراسته، التخصص هذا يدخله 4 تخصصات رئيسية عندي، منها المختبرات الطبية والكيمياء واللي تخصصه طب واللي تخصصه صيدلة. طبعا ما يختص بالمجال هذا، لازم انه يكمل فيه ماجستير من 2 إلى 3 سنين، او بعض الدول في الخارج ممكن ياخذ بروجرام في 11 شهر زي جامعة جلاسكو. طيب، فيه احيانا يتم قبول المختبرات الطبية اللي عندهم مثلا دورات في السموم يبدون يقبلونها. طيب، الوظيفة حقتها، طبعا اسم التخصص اللي هو فرنزيك توكسيكولوجي اللي هو السموم الجنائي. طيب، له عدة وظائف، له عدة أقسام، ممكن يتوظف في الأدلة الجنائية والبحث الجنائي كقطاع عسكري، ممكن يتوظف في مراكز السموم الشرعية. مراكز السموم الشرعية زي ما ذكرت، طبعا شغله تقريبا انه يكون جنائي اكثر. برضو ممكن يشتغل في معامل الجمارك، ممكن يكون في البحث الجنائي، ممكن يكون في المطارات، ممكن يكون على هيئة الغذاء والدواء، ممكن يكون في الفحص عن الأدوية، عن آثار السموم في الأدوية، عن الأكل، عن الاستقبال. مجالاته جدا واسعة. دراسته تكون زي ما ذكرت من 2 إلى 3، أو بعض البرامج تكون 11 شهر. الحين بستعرض لكم خطة دراسية والمواد اللي راح ندرسها فيها. قبل ما نبدأ في وين دراستها، راح أذكر الجامعات اللي في السعودية اللي تدرس هذا التخصص، وبعدها راح نتطرق إلى الجامعات الأخرى. طبعا عندي جامعتين، جامعة جدة تبدأ تدرسها لكنها غير معتمدة من هيئة التخصصات الصحية، ما أنصح في الجامعة هذه لأنه لسه ما اعتمد فيها. الجامعة الوحيدة المعتمدة في السعودية اللي هي جامعة نايف في الرياض، لكن نسبة القبول فيها السنة اللي فاتت كانت 6 طلاب من البنين وستة طلاب من البنات، فالنسبة ضئيلة جدا في القبول. اتجاهات أخرى يمكنكم دراستها في مصر أو ماليزيا أو في بريطانيا. راح استعرض لكم الخطة الدراسية لجامعة جدة، وأطلع لكم عن المواد إيش اللي راح تدرسونها فيها. طيب، راح يكون 24 وحدة دراسية اللي هي 2 سنين 4 فصول في جامعة جدة. طبعا اسمه علم السموم والأدلة الجنائية. طيب، عندي هذه هي المواد اللي راح يتم دراستها، اللي هي البيولوجية الجزئية والكيمياء الحيوية الشرعية وعلم السموم العام وعلم السموم التحليلي والأيض الغذائي وعلم السموم الجنائي وعلم الكمبيوتر الجنائي وعلم السموم الجزئي. أسميها بالإنجليزي هنا اللي حاب يطلع عليها. طبعا تختلف من جامعة إلى جامعة أخرى. برضو علم السموم البيئي يتم دراسة الحامض النووي، منقص الأكسجين، البيولوجية الجزئية والمعلومات الحيوية وعلم الأدلة المجهرية. في نهاية الدراسة يتم تقديم مشروع بحثي فيها. طبعا هذه التقسيمة الدراسية راح أنزلها لكم في صورة بعد هذه عشان تطلعون عليها. خلصنا الحين. في عدة جامعات أخرى اللي مهتم بالمجال هذا، في دورات في السعودية سبقا حضرتها للدكتور خالد مطر رئيس البحث الجنائي في جدة، وبرضه الدكتور خالد الغامدي دكتور خاص في الأشياء الجنائية. واللي حاب يهتم بهذا المجال، أو أي سؤال أو أي خاص بالدورات اللي في السعودية هنا، أو أي معلومات عامة، راح أحط لكم سناب نهاية التغطية هذه. ضيفوني وتواصلوا معي، وكل شيء حقدم لكم سواء بالدراسة معلومات عامة. ما حبيت أطول عليكم عشان ما أحد يمل. شكر موصول لفريق لاب تيست،
على استضافة اليوم. شكرا لكم واشوفكم ان شاء الله على خير. طولت عليكم. بس معلومة اخيرة، اللي حاب يسجل فيه دورة قريبة خاصة بالتحليل الحمض النووي في الطب الشرعي، وفي دورة ثانية مشارك فيها انا اللي هو مؤتمر نايف لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، راح يكون من 27 نوفمبر إلى 29 نوفمبر. اللي حاب معلومات خاص بالدورات أو المؤتمرات العلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي برضه حياة يتواصل معي وأبشره.